أيضا مشاهدينا، في خطوة هي الأولى من نوعها في المنطقة والموجهة للاستثمار في محتوى الأفلام، أعلنت ميفك كابيتال عن إطلاق الصندوق السعودي للأفلام برأس مال يبلغ 100 مليون دولار باستثمار من الصندوق الثقافي بالمملكة بنسبة 40%، ويسلط هذا الصندوق الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة لقطاع الأفلام والمسلسلات في المملكة، إضافة إلى تحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الواعد وتمويل مشروعات البنية التحتية النوعية والمبتكرة في قطاع إنتاج وتوزيع المحتوى. الأفلام والسياحة، عفواً الأفلام وارتباطها بالاقتصاد وبالسياحة وحتى بالاستثمار زي ما شفنا في هذا الخبر. واحدة طبعاً من أهم الأشياء اللي بتشتغل عليها المملكة إنه المملكة العربية السعودية تكون وجهة لصناعة الأفلام خلال 2030. لما نيجي نطالع في الإنتاج، نيجي نقول في استثمار، نيجي نقول إنه في سياحة، لأنه في كثير من الأشياء. يعني شفتي لما كنا نتكلم على ميشن امبوسيبل 2 اللي تصور في الإمارات، هي لقطة بسيطة جات من برج خليفة قد إيش أثرت على القطاع السياحي. فما بالك إحنا عندنا في السعودية عندنا مناطق أكثر من رائعة تصوير الأفلام اللي صار مثلا عندنا في العلا، في نيوم، حتى عندنا يعني في الرياض. في الرياض فعلا، يعني مؤخرا بنشوف حتى الأفلام الإنتاج السعودي وغيرها صار لها يعني اختيار وأماكن تناسبها عندنا في السعودية. فما بالك لما يتم دعمها من القيادة الرشيدة من الحكومات، فبالتالي كيف هذا القطاع راح يكون بمعايير عالية بجودة ممتازة. وعشان كذا أنا وأنتي لازم نمثل يا رؤى. لا بسحبك معاي، لا تقولي لي لا. ما عندنا بنات يقولون لا يا رؤى. لا شوفي بقول لك شيء، يعني أمس حرفيا أمس، يعني على طاري الخبر الجميل هذا الحلو، أمس كنت قاعدة أتفرج على أحد المنصات الأجنبية، مو نتفلكس، واحدة من المنصات غير نتفلكس، طيب، فلقيت دوكيومنتري أو لقيت فيلم وثائقي من أضخم الإنتاجات من إنتاج أبل تي في. طيب وين تصور في العلا؟ وإيش اللي إيش المحتوى؟ محتوى الدوكيومنتري هذا تاريخ العلا، الآثار اللي موجودة، جايين علماء الجيولوجيا وعلام الآثار والعلماء من كل مكان، وحتى دكاترة جايبينهم قاعدين يطلعون العظام وعلى الآثار اللي موجودة في العلا. فأنا شلون تحمست لما الكونتنت أو المحتوى عندنا قاعد يطلع حتى للخارج، وهم منبهرين، يعني منبهرين قاعدين يطلعون أشياء تاريخية. فيعني أكيد إحنا فخورين بكل اللي قاعد يصير اليوم، والتنوع الجغرافي والثقافي زي اللي إحنا قاعدين نتكلم عنه من البداية أكيد راح يخدم هذا القطاع.